بالله يا عمده يا عمده عبد الله خلي طفيلك لو سمحت بس بقطع ذي لو سمحت لو سمحت لو سمحت لو سمحت لو سمحت لو سمحتوا ها خذوا مقطعه لو تغدى لا حد يتحرك واللي يتكلم يا شباب ركز معي ركز معي يا متعب ركز معي شباب اللي بيغمز الاعداد اربع كاميرات عليكم اللي بيتكلم اللي بيغمز اللي بيأشر بيروح للسجن مباشره واضح يعني ارجوكم نحترم الفقره واليتها تمام تمام شكرا لكم يلا تفضلوا ذوق من هنا وذوق من هنا وقيم لي لو سمحت يلا واحد لاين لاين يا شباب لاين خلوكم لاين كأنك صاف في المقصف لاين كم باقي؟ اقسمها ولا؟ كيفك بكيف تصرف؟ باقي واحد لا انا محتاج خمسة روح شوفوا لي واحد يا شباب اعطوني واحد لو سمحتوا ايه نادوا لي اي واحد يلا خلصي نفسك خلصت الله يلا خلصت تفضل يلا واضحة الاسامي ها يلا هذا وش؟ هذه كسادية وهذه برجر هذه نسميها يا اخي خلصني طال عمرك اكتب صح يلا موفق اللي بعده يا ابو يلا تفضل يلا موفق روح ايه؟ كلها زين صح لاي واحد بملابسه جيب لي اياه يلا ذوق دي جلب العافيه طبعا اكيد عشان الدوق ترى 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 صوتك يفرق صوتك معك عشر درجات تهديها لمن يعني ارجوكم ركزوا على انه العشره هذه حتفرق في التقييم ركز على الذمه والضمير ركز انه لا تظلم احد على خشمي اذا جاء دورك جاهز تفضل حجم سؤال برا هذه شكرا موفق ابوي يلا تفضل 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 يلا قيم لي هنا وقيم لي هنا الله يعافيك بسم الله يلا هذا البرجر اللي اكلته انت اذا ودك يعني والله بيض الله وجهك وجهك عشان ولا ما الاليه ايش وضعها عندكم ما ادري الاليه ناكل احنا مقيمين اي بكيفكم يلا اذا تعرف الاليه ترى ممكن يجيك خصم والله ما ادري عنه قيمته والله والله ما ادري والله يبغى يقول لي يلا انا يلا شباب انت جوعان بالعافيه بالعافيه الله يجعل معابيط العفو الله طول جاهز تفضل بيع عن روحك ادري والله حاس فيكم يا شباب هذا وش اسمه هذا وش هذه برجر هذه كساد يعني ايش يعني شايف انت هنا مفطح ما في برجر هذا كساد لا تتكلم هذه كساد وهذه برجر اشكرك موفق تفضل ابوي زاد فضلك كيف الحال حياك الله طيب. ترى شباب اليوم عشان انا يعني ما كنت عارف لانه علمني المعده الان انه الطبخه لاهل الطبخه لكن جعله بالعافيه لا خلاص اجانا ما ما عليك انتم في وجهي ان شاء الله انه ما عليكم شيء يلا تفضل تفضل بس بطعم بس يا عايض اهدى يا عايض تفضل خلاص اكتب تفضل يا ابوي شباب نحتاج واحد لو سمحتوا لا لا على كل حال على كل حال ما يحتاج ما يحتاج ما يحتاج خلاص واضحه واضحه الفكره واضحه يلا تفضل هذه ها ايه خلاص تفضل موفق يا ابوي موفق طيب شباب نعلن النتيجه لو سمحتوا نعلن النتيجه اخذ البرقه وصلني تصويت الجمهور واضحة شباب بالنسبة لكم ها نوقف مع بعض إذا حابين نوقف مع بعض